3, 2, 1, fight! لعبة هيلو وورز 2 حصرية مايكروسوفت، بمعنى انها حصرية الاكس بوكس 1 وستور ويندوز 10 على بي سي، وهتنزل يوم 21 فبراير وينزل لها بيتا لمود واحد بس فيها وهو مود بليدز، هنتكلم عنه بتفصيل بعد شوية. هي لعبة من نوع RTS او Real Time Strategy. بقالنا فترة كبيرة ما شفناش ألعاب RTS قوية، فهي جاية في توقيت كويس عشان تملى الفراغ بتاع ألعاب RTS. فاللي عايز لعبة استراتيجية في الفترة اللي جاية دي مش هيلاقي اختيارات كتير تنافس هيلو وورز 2. اللعبة هيكون فيها كامبين أو قصة يعني، وهيكون برضو فيها مود مالتي بلاير وكمان مود اسمه سكيرمش. الأمواد دي ما كانتش متاحة للتجربة في البيتا، لكن كان متاح مود واحد بس هو مود بليدز. مود بليدز بيعتمد على نظام الكروت وإنك تعمل ديك بمجموعة كروت معينة طبقا لأسلوب اللعب بتاعك، والنظام ده كان ناجح جدا في الفترة الأخيرة في ألعاب زي هيرثستون أو كلاش رويال على موبايلات، فاستخدم في لعبة هيلو وورز 2 وكان غريب إنه يستخدم في لعبة RTS. مود بليدز بيكون عبارة عن أرينا فيها 3 نقط هما A و B و C، وبيكون في فريقين كل فريق في ناحية من الخريطة، وفي 3 أمواد جوه نظام بليدز. أول حاجة الدول بيكون 1 ضد 1، والمود الستاندرد 2 ضد 2، وبرول اللي هو 3 ضد 3، وفي أكثر من قائد جيش وكل قائد ليه ستايل معين إذا كان ستيلث أو هجوم أو دفاعي، وفي 6 قادة مختلفين كل واحد فيهم بستايل مختلف بجنود مختلفة بالمعدات والأسلحة بتاعته. هتبدأ تختار القائد اللي هتلعب بيه وتختار الديك اللي هتلعب بيها من الكروت المتاحة قدامك، وكل كارت بيعبر عن قوة معينة من القوات بتاعة القائد ده إذا كانوا جنود أو مركبات أرضية أو مركبات بتطير، وكل قوة من القوات بيكون ليها نقط ضعف ونقط قوة، بمعنى إن الطيارة دي مثلا قوية قصاد مركبات الأرض أو الجنود لكن ضعيفة قصاد الطيارات التانية أو مش بتضربها أصلا. في قوات بطيئة مثلا لكن قوية في الدفاع، وفي قوات تانية سريعة لكن هجومها ضعيف، وهكذا بقى في حاجات كتير جدا بتنوع كبير قوي واختيارات كتيرة قوي. وعشان تستخدم قوة معينة لازم يكون معاك الكارت بتاعها، وكل كارت بيستهلك قدر معين من الانرجي. الانرجي هي التكلفة اللي هتنزل بيها جنودك او تستخدم بيها الكروت بتاعتك عشان تجيب معدات او جنود او هكذا يعني، وهي بتزيد مع الوقت بقدر معين، والقدر ده بيزيد كل ما تجمع حاجات معينة بتظهر خلال الجيم، فاللي بيجمع انرجي اكتر بيكون قدامه فرصه ان هو ينزل جنود تانية بشكل اسرع. هدف بليدز انك تسيطر على النقط لاطول فتره تقدر عليها، فلو معاك 3 نقط في الخريطه سكورك هيزيد بسرعه، ولو معاك نقطتين هيزيد ببطء شويه، ولو معاك نقطه واحده مش هيزيد خالص، والفريق اللي بيجمع 200 نقطه هو الفريق اللي بيكسب. الكروت بقى بيكون فيها جانب حظ، ففي كروت عاديه وفي كروت نادره بتكون قويه زي بالظبط هيرثستون او كلاش رويال، فالنظام ده في مود بليدز مشابه جدا، ودي ماتيريال كويسه قوي للايسبورتس. وعلى عكس لعبة ذا هيرثستون بيكون بس واحد ضد واحد، مود بليدز في لعبة هيلو وورز 2 فيه اكتر من لاعب، يعني ممكن 3 ضد 3 او 2 ضد 2، فهتكون مناسبة للفرق كمان، ومتوقع نشوف لها مسابقات اي سبورتس قريب، لان فيها تخطيط كبير جدا من بداية اختيارك للقائد اللي هتلعب بيه واختيارك للكروت اللي هتلعب بيها وانك تعمل الديك بتاعتك، ففي حاجات بتكون كاونتر لحاجات تانية وحاجات معينة قوية قصاد حاجات تانية، وبتوسع كبير جدا ومحتاج دراسة طويلة قوي عشان تعرف كل حاجة فيها، فده يخلي مود بليدز ماتيريال كويسه جدا للعب التنافسي والاي سبورتس، ده غير انه معتمد على ستايل الناس حبيته وليه شعبيه كبيره جدا، وكمان هو ستايل ناجح. شاركونا بقى في التعليقات رايكم في مود بليدز، وهل هي فكره كويسه استخدام نظام الكروت والديكس في لعبه RTS؟ واستنوا مننا مراجعه كامله للعبه لما تنزل بشكل كامل يوم 21 فبراير، وما تنسوش لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير وسبسكرايب عشان تتابعونا باستمرار، ولحد الفيديو اللي جاي سلام. You have acquitted yourself well this day.